أحبائي، سعد صباحكم. صباح النور عليكم. أتمنى تسمعوا هذا الأوديو في أوقات سعيدة. بونجور تو الموند، جود مورنين وأزول. أوديو اليوم قصير، رح أكلمكم فيه فقط عن طاقة هذه الأيام حتى لا تختلط يعني المواضيع في بعضها. أنا مثل ما تعرفوا ما نحبش نتكلم عن مواضيع مش من اختصاصي، يعني مش رح نعطيكم معلومات فلكية، رح أتكلم فقط عن البوابة الطاقية اللي نحن فيها الآن. أولا نجاوب غابيد ما وسريعا على الأسئلة، اللي على سؤال كانت تركته واحدة السيدات فيما يخص العلاقات الكرمية. إذا عرفتي شريكك في عام كرمي فهي علاقة ميتة. أنا آسفة أني أقول لك هالكلام، ولكن هذه الحقيقة. إذا كان اللقاء في سنة كارمية فالعلاقة ميتة، حتى وإن بقت ماديا فهي ميتة روحيا وطاقيا. أما إذا كنت مع شريك كارمي وما عرفتيش في سنة كارمية فالعلاقة فيها أمل، ممكن تقلبوا الكارما فيها وممكن تتحسن العلاقة جدا. وما عنديش كلام آخر أقوله لك، سامحيني. فيما يخص طاقة 12-12-2021، مثل ما سبق قلت لكم أنه كملنا سايكل 9 سنين، وهذه السنوات الثلاثة الأخيرة 2019-2020-2021 هي سنوات تنظيف الكارما. فكل واحد فينا رح ينظف الكارما الخاصة به، إما بصورة إيجابية يا إما بصورة سلبية. إذا ما خرجتوش من الكارما أو من العلاقة الكارمية، فمعنى ذلك أنه بعد 21-12 رايحين تعطوا سايكل جديد أو 9 سنوات جديدة للعلاقة. عاو نذكر، إذا ما خرجتوش من علاقة سامة أو علاقة كارمية، فمعنى ذلك أنكم رايحين تعطيوا فرصة للعلاقة أنها تعيش 9 سنوات أخرى. فإذا عليكم التفكير جيدا في قراراتكم هذه الأيام، لأنها ستكون قرارات مصيرية. البارحة عملت خطأ. قلت لكم تراجع زهرة في برج القوس، غلط. صاري تراجع للزهرة في برج الجدي، برج ترابي. فالتراجع راح بدأ لو 5 نوفمبر في 5 نوفمبر وراح يكمل معانا لغاية 5 مارس القادم. فكل واحد فيكم يشوف هذا الحدث الفلكي المهم كيف يؤثر عليه. وبالنسبة للأبراج، ومثل ما قلت لكم فيما مضى أنها ما تأثرش أكيد علينا 100%، لأنه عنا أرواحنا أعلى من القطع الفضائية أو القطع السماوية اللي خذيناها. يعني اليوم اللي ولدت فيه أو الوقت الذي ولدت فيه أنت أخذت طاقة من السماء، من الكواكب التي كانت متوازية مع الأرض أو موجودة مع الأرض، ولذلك عندك كاركترز معينة، وهذا كله تابع لطاقة عالم الطاقة، إذا صح التعبير، الطاقة المتحجرة، طاقة الإيغو. فالإيغو لا يمكنه أبدا أن يحل مكان الروح، ولذلك قضية توافق الأبراج وتنافرها أنا لا أؤمن بها تماما. طيب نرجع الموضوع بسرعة. فإذا قلت لكم مجموع أرقام السنة هو 5، يعني نحن السنة في 2021 في سنة البدايات الجديدة، البدايات التي ستكتمل في العام الجاي لما يكون عندنا الرقم 6، لأن الرقم 6 هو من أحد أسرار الكون، هو من أحد الأرقام الإلهية. 6 و9 و3 و6 هما أرقام البناء، والتسعة هو رقم التميز، هو الرقم الإلهي المفقود، أو الرقم اللي رح نعمل لكم أوديو دابا، نعمل لكم أوديو للأرقام 3 و6 و9 حسب نظرية تسلا. يعني لماذا قال أن هذه الأرقام لها سر في تكوين الكون. فالسنة 2021 احنا في العام الشخصي 5، والخمسة تعني البدايات الجديدة. فحتى تتوصلوا هذا توصلوا إلى نهاية حسنة من خلال بداياتكم، بالنسبة لأهدافكم أنتم اللي سطرتوها في الماضي، يجب أن تكون البداية جيدة
مش متعثرة. كل بداية المتعثرة رح تضيع لكم الوقت. مع نهاية البوابة الطاقية هذه اللي رح تغلق يوم 21 ديسمبر، رح تشعروا أن كل ظروف حياتكم رجعت تشابه الظروف اللي كنتوا عايشين فيها في 2012، لأنه هو نفس السنة، هي بداية سايكل في 2012 بديناه وراح نكمله في 2021. راح تشعروا بعد هذا التاريخ، بعد 12 ديسمبر، راح تشعروا أنه كل الظروف تشبه الظروف اللي كنتوا فيها في 2012، ما عدا الإضافات جديدة، مثلا الأولاد الجدد اللي زادوا في العائلة، أو الأشياء الجديدة، أو الأعمال الجديدة اللي قمتوا بها، أو المشاريع الجديدة اللي قمتوا بها، ولكن كل الظروف العامة تشبه كثيرا الظروف اللي كنتوا فيها في 2012. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم سيكل دورة 9 سنوات قد انتهت السنة يعني. طيب، سألتني واحدة قلت لي ما الذي سيحدث هذه الفترة، ما الذي سيحدث في هذه الفترة يعني في جويليا الماضي؟ جويليا الماضي اللي هو تاريخ 7/7/2021 كانت بداية دخول طاقات عالية جدا جدا، طاقات روحانية جدا، تخيفين تخي سبيرتوال، دخلت للأرض وكان لها تأثير كبير على الحزام الأرضي. وأنا قلت لكم هكذا إذا تذكروا، قلت لكم حدثت نوع من الثورة الشمسية نتيجة دخول طاقات روحانية قوية جدا. كان هذا الطاقات تأثير على الحزام الأرضي مثل العادة، ولكن هالمرة التأثير كان قوي جدا، لأنه هذا الطاقات زادت كثيرا في بعض الأشهر، يعني من 7 أسفع الأسود، من 7/7 إلى غاية اليوم الطاقات زادت بصورة كبيرة. فتقريبا طلع الحزام الأرضي من 50,000 بوفي إلى 72,000 بوفي هذه الأيام، رانا واصلين لها، ولا مرة وصلت الأرض لهذا المستوى من التردد الطاقي خلال أشهر فقط. قوة التردد كذلك هذه المرة مختلفة، يعني لا ديفيزيون، ما نعرفش كيف يقولوا هذا الإشعاع أعتقد بالعربية، لا ديفيزيون لينيرجي، يعني كبيرة جدا، يعني على على أماكن كثيرة جغرافيا على الأرض، فهمتوني؟ فالفرق، هناك فرق كثير ما بين كبير صار ما بين الطاقات اللي كانت تجي في القديم من حيث التردد ومن حيث القوة، مع هذه الطاقات اللي نحن عايشينها اليوم، اللي نحن عايشينها هذه الأيام. لذلك شعرت بكل تلك المشاكل الدماغية مؤخرا، يعني في نوفمبر وأكتوبر، خاصة في الخريف، لأنه في الخريف كانت نهاية نقوله بداية سوري بداية نهاية الفترة، يعني لا ديفيزيون كومونسي لو 7/7، الطاقات دخلت لو 7/7 والتأثير اللي بدأ يظهر على الأرض، لأنه الطاقة حتى تنزل تأخذ بعض الوقت، يعني حتى توصل إلى جميع الذبذبات أو إلى جميع المستويات في الأرض. فأنتوا بديتوا تحسوا بالتغيير انطلاقا من تقريبا سبتمبر، اوكي؟ فهي بدات لا ديفيزيون، الطاقات بدات الاشعاع في جويليا، وانتم بديتوا تحسوا بتاثيرها تقريبا في سبتمبر، ولذلك بديتوا تشعروا بكل هذه الظواهر الفيزيائيه الغريبه نوعا ما، يعني تحسوا اضطرابات على مستوى المخ، صداعات نصفيه بالجمله، صداعات متكرره الى اخره. كل هذا كان سبب، قلت لكم، هالطاقة هذه اللي كانت طبيعتها مختلفة هذه المرة، يعني بحكم طبيعتها المختلفة شعرتوا بهذه الاضطرابات. وكذلك احنا متعودين، احنا كأمخاخ يعني كعقول كأجسام، احنا متعودين فقط على الطاقات الشمسية والقمرية، فلما تنزل هذه الطاقات الكونية، لأنها تجي من أكوان أخرى، أكوان أخرى نسموهم دي سوبر يونيفر، ما عندنا عليهم حتى علم حتى معرفة، فهذا اللي يجعلكم تشعروا بنوع من الخوف والاضطراب نتيجة إحساس أرواحكم بهذه الطاقة اللي هم ينتميوا إليها، طاقة يعني عندها نفس الطبيعة، نفس طبيعة أرواحنا. وش حبيت نقولكم، هذه الطاقات محبة ولطيفة، لازم تعرفوا
هذه الطاقات محبة، نصنفوها أستراليا بالطاقات المحبة واللطيفة. لماذا؟ لأنها طاقات متجانسة مع الطاقة اللي عندك أنت كجسم، مع الطاقة اللي في روحك أنت، طاقتك الروحية متجانسة مع هذه الطاقات، عندهم لا ميم ناتور، نفس الطبيعة، فلذلك راح تكون طاقات محبة ولطيفة، يعني طاقات مليحة علينا، مش نفاست، مش سلبية، مش طاقات ظلامية أو طاقات مظلمة. هذه البوابة هذه راح تنغلق يوم 21 ديسمبر، راح نهاية البوابة الطاقية هذه اللي بدأت في جولاي راح تكون يوم 21 ديسمبر. أوج الإشعاعات في هذا البوابة راح يكون غدا يوم الأحد 12/12/2021، يعني نفس الأرقام اللي كانت 12/12/2012، نفس المجموع، المجموع هو 11، والحداش هذه ترمز أو تعني الطاقة الكونية والتغييرات الروحانية اللي راح تنتج على وعي البشر، راح تحدث في وعي البشر. طيب تقولوا لي ما الذي سيحدث بعد تاريخ 21؟ بعد مرور هذا التاريخ اللي هو نفس التاريخ كذلك، يعني فقط الأرقام مقلوبة، ستعود الأرض إلى ما كانت عليه قبل 7 جويلية، راح ترجع ترددات الأرض تنخفض وتعود في نفس المستوى اللي كانت فيه في التسعينات وفي الألفينات اللي هو 9000 بوفي. هذا الشيء اللي لازم تعرفوه، معلومة اللي ممكن ما يقولوها لكمش الناس، لأنه راح يحدث، راح تحدث الكثير من الانتكاسات عند الناس في الوعي بعد ما ترجع الأرض إلى تردداتها القديمة، وراح تحدث الكثير من، لاحظوا هناك فرق كبير ما بين التردد اللي الأرض راهي عليه اليوم اللي هو 72,000 بوفي، 72,000 بوفي، بعد 21 ديسمبر راح ترجع 9,000 فقط، 9,000، يعني ترددها ينخفض بصورة مهولة. لذلك أنا عملت لكم هالأوديو، تعرفوني أنا في الغالب ما نعملش أوديو البوابات الطاقية، يعني إذا كانت مهمة. الشيء اللي راح يوقع، الشيء اللي راح يوقع بعد 21 ديسمبر ما نعرفوش أكيد، ولكن راح يكون فيه طاقة موت كبيرة، لأنه البشرية راح تنقسم إلى بعدين، راح يولي البعد، راح يولي ناس تمشي متطورة جدا وناس متدنية جدا. للأسف الشديد الناس اللي متطورة روحيا الآن راح الفترة هذه راح تشعر بعلو تردداتها، وراح تشعر بطاقة رهيبة، يعني حركة تطورها راح تكون رهيبة. وفي ناس رايحين يبقوا على نفس مستوى تذبذبهم، فالناس اللي رايحين يطلعوا هم اللي رايحين يستفادوا من البوابة الطاقية قبل غلقها، والناس اللي حين يبقوا في التردد الأدنى للأرض للأسف مفيش وسط بين الحالتين، هم اللي مش راح يستفادوا من هذه البوابة الطاقية. لذلك ننصحكم على الأقل بالنسبة للناس التي لم تحقق أدنى تطور في الوعي في الأيام الكارمية هذه اللي عدت، أو في السنوات الكارمية من 2019 لغاية 2021، ننصحكم على الأقل أن تحاولوا أن تكونوا في الوضعية أو في الحالة النفسية والأسترالية التي تريدونها، لأن الكون لا يفهم المشاعر ولا يفهم الوعي، الكون يمشي بفريكونس، فالذبذب اللي أنت تكون عليها رح يعطيك منها، أنت رح تكون مظلوم رح يعطيك الظلم، أنت رح تكون قوي رح يعطيك القوة، رح تكون منطقي رح يعطيك المنطقية، رح تكون محب رح يعطيك الحب، رح تكون مسالم رح يعطيك السلام. أوكي؟ فحاولوا قدر المستطاع هذه الأيام، أنكم أيام البوابة الطاقية هذه من 12/21، أنكم تكونوا في طاقة عالية جدا 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 دائما. أوكي؟ لأنه طاقة الحزام الأرضي الآن راهي عالية جدا، فإذا ما استفدتوش منها وما كنتوش على نفس الليفل معاها، للأسف الشديد الفافوزيك خازي، راح تقهركم، راح تدوس عليكم، يعني وعي الكوني راح يدوس عليكم، يعني يعتبركم من الناس أو يعتبركم من الأرقام داون أو من الأرقام المتدنية، الأرقام التي لا تتطور. فبليز كونوا إيجابيين،
كونوا حققوا سلام داخلي عندكم في أرواحكم، وكونوا في أحسن حالاتكم هذه الأيام. تحياتي وسلامات. إذا في أسئلة خلوها لي. بالنسبة للسنة الجديدة إن شاء الله 2022 رح نعملكم أوديو في قبل نهاية ديسمبر. تحياتي أحبائي، سلامات.